باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. في يوم من الأيام كان يسوع ماشي مع تلاميذه، وجم في مكان لقوا واحد مش بيشوف، أعمى من ساعة ما اتولد، والناس بتديله فلوس لأنه عامل شحات. فواحد من التلاميذ قال لربنا يسوع: هو ده وحش قوي عشان كده اتولد أعمى؟ يعني ممكن يكون عمل حاجة وحشة قبل ما يتولد؟ واحد تاني قال له: لا طبعا، ما كانش اتولد، يمكن بابا ومامته هو اللي وحشين عشان كده اتولد أعمى. ربنا يسوع بصلهم وكان قرب قوي من الراجل ده، قال لهم: لا، هو مش وحش وبابا ومامته مش وحشين، إنما هو اتولد أعمى عشان ربنا يقدر يحل كل المشاكل وإيد ربنا تبان. الراجل سمع الكلمتين دول انبسط قوي، أول مرة حد يدافع عنه كده. وبعدين لقى حاجة جت على عينيه، أتاري ربنا يسوع خد طينة من على الأرض وحطها على عينيه. في الأول اتخض، قال: إيه ده، دي رملة، دي طينة دي؟ إنما سمع صوت ربنا يسوع الحلو بيقول له: يلا روح عند البركة اللي هناك، دي بركة سلوام، وإيه، واغسل عينيك. الراجل لأنه حب ربنا يسوع من صوته، لأن ربنا يسوع دافع عنه، قام كده وقعد يمشي وهو مش شايف، ويخبط في الناس ويقول لهم: وصلوني بس للمية، وصلوني للمية. وأول ما وصل للمية حط إيده في المية وابتدى يغسل عينيه، وفجأة لقى عينيه فتحت وبقى شايف المية، ورفع عينيه وقال: إيه ده، أنا شايف الناس، هما دول الناس، أنا عمري ما شفتهم بعناية، أصل أنا اتولدت أعمى. وبعدين قال لهم: إيه دي الطويلة دي؟ قالوا له: دي شجرة. وقعدوا يضحكوا عليه، قال لهم: أنا معرفش الشجر، أنا كنت أسمع اسمها بس عمري ما شفتها، وإيه اللي ماشي هناك ده؟ فالناس ضحكت عليه، قالوا له: ده الحمار. قال لهم: أنا كنت أسمع عن الحمار بس عمري ما شفته بعناية. وبقى فرحان قوي قوي إنه إيه بقى يشوف، وعمال يقول للناس: أنا فتحت، وماشي فرحان جدا. طبعا ربنا يسوع كان ماشي هو وتلاميذه، فالناس اتلمت حوالين الشحات ده وبقوا يقولوا: ايه، هو مش ده الاعمى اللي كان قاعد شحات؟ مال وشه نور كده وبقت عينيه حلوة؟ احنا كنا فاكرين ما كانش عنده عينين خالص. واحد تاني قال: لا، ده مش هو، مش ممكن يكون هو ده. واحد تاني قال لهم: لا، صدقوني، انا اللي كنت اعمى، انا اللي كنت قاعد بشحت بقالي سنين طويلة قوي، لغاية ما جه راجل طيب كده وقال وسمعه بيقول: مش مغلطش، ومش بابا ومامته اللي غلطه، انما ربنا هيعمل معاه حاجة حلو. وساعتها حط الطين على عينيه وقال لي: روح اغسل عينيك في بركة سلوام. وانا سمعت كلامه فتحت. فضلت الناس تكتر وتسأل ويقولوا: هو مش هو؟ خدوه بقى لغاية ايه، الناس الكبار بتوع الهيكل، بتوع المجمع، وقالوا: لازم نشوف الحكاية. أتاري اليوم ده بقى كان يوم سبت، وما كانش عند اليهود يعني يصح ان هم يمشوا كتير ولا يعملوا حاجة. فأول ما وصلوا وحكوا الحكاية قالوا: الراجل ده وحش، حتى لو كان عمل معجزة يبقى وحش، النهاردة السبت. الراجل اللي كان أعمى اتغاظ جدا: وحش ازاي؟ قال لهم: ده فتح عينيه. هو انتوا عمركم سمعتوا عن حد يعرف يفتح عينين حد اما كانش ربنا بيحبه؟ قالوا له: اسكت، انت ما بتفهمش حاجة. وراحوا جابوا بابا ومامته، جم بابا ومامته بالناس عواجيز، قالوا لهم: هو ده ابنكم بجد؟ فطبعا قالوا لهم: ايوة ده ابننا. طب ده اتولد اعمى؟ ايوة صدقوني اتولد اعمى. طب فتح ازاي؟ هما بقى خاف، لانه رؤساء الكهنة قالوا: اللي هيقول لو يسوع عمل معجزة احنا هنطرده من المجمع. فقالوا: لا، احنا ما نعرفش فتح ازاي، احنا نعرف ان ده ابننا لكن ما نعرفش فتح ازاي. فرجعوا سألوا الراجل: يا سيد، انت فتحت ازاي؟ انت كنت اعمى بجد؟ قال لهم: صدقوني كنت اعمى. قالوا له: طب فتحت ازاي؟ قال لهم: احكي لكم تاني ما انا حكيت لكم، انتوا باين عليكم عاوزين تبقوا تلاميذه، متغاظوا منه وشتموه. قالوا له: احنا تلاميذ موسى، احنا مش تلاميذ يسوع بتاعك ده. قال لهم: طب احكي لكم. جاب طينة وحط على عينيه وقال لي: روح اغسل عينيك. سمعت كلامه، غسلت عينيه، غسلت مطرح العينين يعني، لقيت عندي عينين وبقيت شايف كل حاجة. قالوا له: بص بقى، الراجل ده شرير لأنه كسر السبت،
والراجل سمع كده واتغاظ جدا، قال لهم شرير ازاي؟ شرير ولا مش شرير انا ما يفرقش معاي، انا اعرف حاجة واحدة بس، انا كنت اعمى ودلوقتي بقيت شايف، ما يهمنيش كلامكم كلكم. اتغاظوا منه وطردوه من المجمع. وبعدين ربنا يسوع بقى راح له بعد ما طردوه، هو ما كانش شاف يسوع لو انتوا فاكرين، هو كان سمع صوته بس، قال له اتؤمن بابن الله؟ هو اول ما سمع الصوت افتكر الصوت، قال له مين بقى ابن الله؟ قال له اللي بيكلمك. اول ما عرف كده ان هو ده يسوع اللي شفاه، سجد للارض وبقى فرحان جدا بربنا يسوع، وقال له اؤمن بابن الله. ربنا يسوع كان فرحان بيه لانه مش بس فتح عينيه، انما كمان اعترف بيه انه ابن الله. ساعتها ربنا يسوع قال على فكرة انا جيت الدنيا دي عشان اللي ما بيشوفوش اخليهم يشوفوا، واللي بيشوفوا اخليهم ما بيشوفوش. فالناس ما فهمتش، فالجماعة الاشرار الفريسيين دول اللي كانوا ما بيحبوش يسوع قالوا له هو انت فاكرنا احنا كمان عميان ولا ايه؟ قال لهم صدقوني لو كنت عميان كنت شافتكم، انما طول ما بتقولوا ان انتوا شايفين كل حاجة وعارفين كل حاجة هتفضلوا عميان ومش عارفين حاجة. وكأنه عاوز يقول لنا اللي يجي عندي يقول يا رب انا مش شايف السماء ومش شايف الحقيقة ومش شايف حتى خطاياي ومش شايف ايدك اللي بتعمل معجزات، فتح عيني عشان اشوفك، يقول له هفتح عينيك. واللي يفضل يقول انا شايف كل حاجة وعارف كل حاجة ومش محتاج حاجة من حد، مش هياخد حاجة وهيفضل اعمى بقية عمره. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.